ضرب حجار، محاولات طعن أحيان بوجهه لتهمة، تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، المشاركة في مظاهرات، تهم مختلفة، يتم اعتقال الأطفال تحت هذه الحجج. هناك أنا أقول أن الأطفال هم مستهدفين وعنوان مستهدف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. يعني أكثر من 3000 حالة اعتقال للأطفال جرت خلال عام 2017. نسبة التعذيب والتنكيل والإهانات التي يتعرض لها الأطفال منذ لحظة اعتقالهم نسبة 100%. فكل طفل فلسطيني يتعرض للضرب، يتعرض لأساليب معاملة قاسية ومهينة على يد سلطات الاحتلال والجنود وخلال استجوابه، والهدف هو تدمير روح الطفل، زرع الصدمات والرعب والفزع عند هؤلاء الأطفال القاصرين لتدميرهم مستقبلا. وإسرائيل تستهدف الأطفال، كان الاعتقالات كانت قبل عام 2014 سنويا، حالات الاعتقال تصل إلى 700 حالة سنويا، ارتفعت بعد عام 2014 لتصل سنويا حالات الاعتقال إلى أكثر من 1300 حالة، لكن هذا العام بالتحديد 2017 ما يقارب 3000 حالة اعتقال أطفال. هذا يدل على منهجية متعمدة تستهدف الطفل، تستهدف المجتمع الفلسطيني الذي يمثل الأطفال، تستهدف المستقبل الفلسطيني، تستهدف تدمير الأسرة الفلسطينية أيضا من خلال اعتقال الأطفال. إضافة إلى أنه إسرائيل تخالف اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تقول بأنه اعتقال الطفل يجب أن يكون الملاذ الأخير، يعني الشاذ، حالة شاذة اعتقال الطفل، لكن إسرائيل حولت الشاذ إلى قاعدة، كل طفل أصبح يعتقل، يعني ظاهرة يومية. وأيضا نصت الاتفاقية أن يكون الاعتقال لأقصر فترة ممكنة، هناك أطفال حكموا 20 سنة و 12 سنة و 16 سنة وتمارس بحقهم محاكمات غير عادلة وجائرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية، هناك أحكام رادعة لدى المحاكم الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي، قضاء غير عادل.